كتير سكيلتون اوف ذا فود. قلنا قبل كده اسم العظم ايه؟ كيلس كالكينيس. عدد العظم هنا كام؟ اللي هي الفرسان 7. قال اتنين كبار يبقى 5 اصغر. اللي قدام الكيلس اللي شبه المركب دي نافيكلا، واللي جنب النافيكلا المربعة دي كيوبويد، واللي قدام النافيكلا في 3 شبه بعض ميديا انترميديا لاترال كيونيفورم. الخمسه دول على الاثنين دول يبقوا 7. بعد كده ادي الميتا تارسال بونز عددهم كام؟ عددهم اقول لك في الاخر تاني. يبقى ادي الميتا تارسالز دي كام؟ 1 2 3 4 5. الفيرست ميتا تارسال من تحت عليها ايه؟ 2 سيساموييد بونز تبع عضله من عضلات السول. كان اسمها ايه العضله دي؟ فليكسور بولس. ممكن اجي لك في امتحان العملي اعلم على العظمه دي واقول لك ايه؟ اقول لك ايدنتيفاي، تقول لي سيساموييد بون اوف ويتش ماسل؟ اسالك فليكسور بولس بريمس. اخر حاجه دي العقل بتاعه الصوابع، بروكسيمال وديستال في الصباع الكبير، هنا بروكسيمال وميدل وديستال، وبعد كده الجوينتس بين الصوابع زيها زي الجوينتس اللي بين صوابع ايه؟ الهاندز. تمام؟ في حاجه صعبه كده؟ ايه العظم اللي هو الايه؟ الترسل. اكبر واحده فيهم اللي هي الكعب كالكينيوس. تاني اكبر واحده فيها الناعمه من فوق دي تيلس. دول الاثنين الكبار من السبعه يتبقى 5. قدام دول في 5 شبه المركب المايله ديت نافيكلر. المربعه اللي جنبها دي كيوبويد. نافيكلر قدامها 3، 1 2 3 شبه بعض ميديا انترميديا لاترال كيونيفورم. الثلاثة كيونيفورم قدامهم 1 و2 و3 متى تكسر. الكيوبويد قدامهم 4 و5 ايه؟ متى تكسر. ما تصورها من تحت.